المخبريات الرسمية الخارجية على أرضه. استضافت مدينة البصرة لقاء غير مسبوق لنخبة من أساطير الكرة العالمية مع نجوم الكرة العراقية. علي رياح تبع اللقاء وعد لنا التقرير التالي. خطوة على طريق الخلاص من أسر الحظر الدولي الطويل، طائرة نخبة من نجوم الكرة العالمية تحط الرحال على أرض البصرة في مناسبة غير مسبوقة تمثلت في مواجهة نجوم الكرة العراقية، والهدف رسم علامة إيجابية أخرى لإثبات النجاح تنظيميا وأمنيا بعدما رمى مشاهير أوروبا وأمريكا الجنوبية المخاوف خلف ظهورهم ودهشوا لمرأى 40,000 متفرج كانوا في انتظار إطلالتهم على المشهد العراقي. مليون سعداء جدا قد ما يكون احنا بعد تعرف فترة سنين عجاف وظلم للكرة العراقية، اليوم من تلاقي ملعبك هذا يعني نتمنى انه يعطينا دافع انه الشعب العراقي والملاعب العراقية والكرة العراقية تستحق ان يكون يعني رفع الحظر الكلي عن الكرة العراقية. This is amazing experience. إنها تجربة مدهشة، كنت أتابع العراق من خلال التلفاز فقط وسمعت الكثير من الأمور السيئة، لكن هنا في البصرة المشهد رائع والناس مميزون وطيبون والفنادق جميلة كما أن الطعام جيد. قضينا وقتا ممتعا وأريد لاعبين، لقد كانت حقا تجربة رائعة. اللقاء كان سجالا في الأهداف الغزيرة افتتحه يونس محمود برأسية أثبت فيها أنه ما زال سفاحا قبل أن تتحرك مهارة الهولندي كلويفرت والبرازيلي ريفالدو والإسباني غارسيا لتصنع الأهداف والمتعة تناوبا في التقدم بالنتيجة، حتى استقر الرصيد على 9 أهداف، 5 منها حصيلة نجوم العالم، ولم يخسر حضورا وألقا نجوم العراق أمثال أحمد راضي ونشأت أكرم وعباس عبيد وسعد قيس وحبيب جعفر الذين سجلوا عودة موفقة إلى زمن الأداء الجميل. نجوم الأمس الكروي العالمي في العراق، لقاء خارج إطار التنافس في الميدان لكنه حمل مضامين واسعة تتعلق بقدرة العراقيين على احتضان المباريات وعلى رغبة قريبة للحظر الدولي. علي رياح، بي إن سبورتس، البصرة.